أبجدياتي أبجدياتي أبجدي أبجدياتي. إيه ده؟ دي رجل؟ طلعت فاضية. دي ودن وده ديل، ده شكله حيوان. رجل كمان، ودن كمان، وباقي الديل. أنا عرفته، يا ترى انتوا كمان عرفتوه؟ هديكوا ثانية كده تفكروا. طلع ايه؟ ده أسد، ألف أسد. انتوا عارفين ان الأسد هو ملك الغابة وطبعا بيعيش فيها، والأسد له أسامي كتير بتبدأ بحروف كتير، زي ضرغام بتبدأ بحرف الدال، وشاهين بتبدأ بحرف الشين، وليث بتبدأ بحرف اللام، وأسامي تانية كتير. والأسد الصغير أو ابن الأسد اسمه شبل وبيبدأ بحرف الشين، وعشان كده لما يكون في فريق من الأطفال الصغيرين الحلوين بيبقى اسمه فريق الأشبال. طب انتوا يا أشبال يا حلوين، كنت عارفين ان بالرغم من ان الأسد بيحمي عيلته وبيدافع عنها، إلا ان أنثى الأسد أو مرات الأسد هي اللي بتصطاد الفرايس عشان تاكل هي والأسد والأشبال الصغيرين، زي كده ماما هي اللي بتاخد بالها منا وبترعانا. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديو الجاي. سلام.